الفكرة دي حلوة قوي وسهلة جدا، هتعجب. أول حاجة هنحتاج أي علبة فاضية، أنا استخدمت علبة اللبن دي، ممكن تستخدموا أي حاجة تانية متوفرة عندكم. وهنحتاج كمان خافض لسان، هنبدأ نلزق خافض اللسان على العلبة بالشمع. وهنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نخلص العلبة كلها. كده خلاص انا خلصت العلبة كلها، جبت بقى قطعة من القماش الخيش ده وهطلع منه من الاجناب خيط بسيط كده علشان بس تديني شكل. وهبتدي الفه على العلبة، بعدين هلزقها على العلبة. كده خلاص بعد ما لزقناها، اخر حاجة بقى انا عملت الفيونكة دي من خيط الخيش وهثبتها هنا كده. كده خلاص هي خلصت، ممكن تحط فيها اي حاجة تانية، انا حطيت فيها الورد ده، بقى شكلها جميل قوي وبسيط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اعمله بإذن الله.